ركزوا على البريد. إذن قاموا بعرض هذه الجلسات التي كانت مملة، وهم لا ينقلوا هذه الفعالية، وفوكس للأسف لم تعرض كثيرا ما يجري، وكان هناك الكثير من الحديث، وأنا كنت أود أن أستمع إلى ما يقوله المندوبون، وكان علينا أن ننتقل إلى محطة أخرى لأستمع إلى ما يقوله. يمكن أن أعدكم بالتالي: أولاً، لن نخرج اسم الله من القسم كما فعلوهم مرات عدة في مؤتمراتهم، وكنت أستغرب ذلك. فنحن نستمع دوما إلى اسم الله في القسم، وتفاجأت أنه تم خلعها أو إزالة هذه الكلمة، وتساءلت إذا ربما كان نسي هذه الكلمات أو لم يقرأها جيدا على شاشة أمامي. ولكن اليوم التالي تكرر الأمر واقتنعت أنه ليس خطأ، فهمنا قصدهم، لم نقل إن ذلك للمؤتمر. بغض النظر عما تقوله فهذا مقصدهم تماما، مثل الطاقة، هم لا يودون الطاقة، والأمور ليست على ما يرام في تكساس أيضا. وحصلنا على 51% من الدعم، والأرقام التي سجلناها ارتفعت. إذن وصلنا إلى دعم من الناخبين يصل إلى 51%. شكرا. أنا أحب هذه البلاد كثيرا، أحب هذا المكان. إذن أنتم لطالما دعمتموني. إذن 51% في راسبس، هل سمعتم إلى هذه المعلومات؟ يجروا الاستفتاءات مع الناخبين غير المسجلين، ولديهم توقعات وافتراضات. وإذا هناك بعض الناخبين المسجلين الذين يمتنعون عن التصويت، وتحصل على ورقة الاقتراع، وبعد ذلك هناك جمع. إذا شخص لا يود مثلا أن ينتخب ولكن لديه ورقة الاقتراع فيقوم بالتصويت لبايدن، وهذه الآلية غير قانونية في ولاياتكم. كانوا يودون سجن شخص للقيام بذلك، ولو كان ديمقراطيا لما فكروا بذلك، ولكن فعلوا ذلك لأنه جمهوري. سيان في كاليفورنيا من دون أي عواقب، أما في كارولينا الشمالية لديكم شخص جيد وصالح، وكانوا يودون سجنه، والآن يودون اعتماد آلية جمع الاقتراع هذه. إذا ما نتحدث عن 80 مليون اقتراع، ارتفع الرقم من 51 إلى 80 مليون، وتفاجأت بهذا الرقم وتساءلت كيف يمكن أن يكون ذلك. إذن لا شك أنه سوف يكون هناك دفع رشاوي، وهذا منطقي، هذا لا علاقة له بالسياسة، هذا منطقي. بغض النظر عن ماذا كنت ملما بالسياسة، سوف يجمع 80 مليون صوتا، وهم لا يعرفوا حتى من يرسل هذا الاقتراع بالبريد، ومعظمها من الولايات الديمقراطية. ولنقل إنها لا ترسل إلى الأحياء الجمهورية، فسوف يكون هناك تلاعب، وفي غضون ذلك قد نخسر الانتخابات. وهذه أكبر خدعة في سياسة في تاريخ السياسة، وأنا أتحدث أيضا بشكل عام، ليس فقط
في وطننا ويتفاجأ ويقول إننا خير وطنيين عندما نقول ذلك. نحن صوتنا خلال الحرب العالمية الأولى بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، كان ذلك أيضا في الحرب العالمية الثانية. نحن نتعامل بشكل جيد مع الجائحة، كل الأشخاص يأخذون الإجراءات الاحترازية، وإذا كان هناك ضرورة الاقتراع غيابيا مثلا في فلوريدا هذا جيد، ولكن بخلاف ذلك المقترحات سيئة جدا. سوف يكون هناك ملايين الأصوات مثلا نيويورك نيوجيرسي، وكان لديهم فعالية الأمس وهي انتخابات محلية صغيرة يسهل إدارتها. نتحدث عن آلاف الأصوات وليس ملايين الأصوات، وهم غير قادرين على إدارتها بشكل جيد. وقيل أن 20% من الأصوات غير موثوق بها أو فيها شائب، وهذا يعني احتيال أو أمور أخرى لن ندخل فيها. لا أود أن توجه إلي الاتهامات بأنني أروج لأخبار زائفة، ولكن هم يحاولون سرقة الانتخابات من الجمهوريين، وهم يحاولون إذن سرقة الانتخابات كما فعلوا المرة الماضية بالتجسس، وكشفنا أمرهم، وهذا يشمل الرئيس أوباما. ويشمل ذلك بايدن، واكتشف أمرهما وسألنا ماذا سوف تفعلون حيال ذلك، وقالوا لا يمكن أن نتهجم على رئيس، ولكن لو كان ذلك في حالتي أنا كان الأمر مختلفا. إذن كشفنا أمره متلبس، وكان ذلك تجسسا ما قبل وما بعد، وأعتقد أنه صبغة على بلادنا، لا يمكن أن نسمح لها أن تتكرر، ويقوم بأمر أكثر خطورة لأنه أكثر فعالية. هم تجسسوا ولم يعثروا على شيء، ولكن في هذه الحالة هم يقومون بسرقة ملايين الأصوات. ونحن ذهبنا إلى المحاكم في أرجاء مختلفة من الدولة، وعلى أمل أن ينصفنا القضاة لكي نتمكن من الفوز بالانتخابات. فالطريقة الوحيدة لانتزاع هذه الانتخابات منا هو في أو هي التلاعب في نتائج الانتخابات. So I'm just saying we cannot have these live. We call them live. Some people call them universal. I like the word live. These live. أنه لا يمكن أن يكون لدينا هذا التصويت عبر البريد والأوراق الاقتراع التي ترسل للجميع حتى لمن لم يطلبها. It was just given that in the polls, believe it or not. وفي الاستفتاء ظهر. That's why I respect Rasmussen because they did well. A few of the others. لأن رغم النتائج أن الاستفتاءات أحيانا تحاول أن تبرزنا بمظهر سلبي، ولذلك أحترم راسبر. وإذا ما نظرتم في كل صوت لديهم فسوف نرى شخص ينتظر لا شيء، يشاهد الشاشة، وليس هناك أي حماس، لأن الاستفتاءات تقول إنني متقدم بأرقام كبيرة وبنسب كبيرة، ليس فقط بفضل. وعندما أقول إنني متقدم أي أننا نحن متقدمون، ونحن متقدمون بأرقام كبيرة، والناخبون يقولوا إننا غاضبين ونود أن نتوجه إلى صناديق الاقتراع مباشرة، ولكن ناخبيهم غير متحمسين. عندما تذهب إلى أوهايو أو ويسكونسن أو كارولينا الشمالية والكثير من الولايات، هناك حملة واضحة من بينها إنديانا أيضاً. Bobby Knight. We love Bobby Knight too. نحن نحب كثيراً بوبي نايت. They love us and we love them. Indiana. فهم يحبون ونحن نحبهم. أود أن أشكر إنديانا. إذا لم يكونوا متحمسين تسألهم إذا كانوا سوف يصوتوا، وهم يفضلوا أن يشاهدوا التلفزيون بدلا من التصويت.
ولكن إذا ما وصلهم ورقة اقتراع، وصلتهم أوراق الاقتراع، فربما يتشجعوا. هناك من يأتي إليهم ليسألوهم إذا ما كانوا سوف يوقعوا، فيوقعوا على الاقتراع أو التصويت للتخلص من الشخص الذي يأتي إليهم بحثاً عن صوتهم، وهذا غير منصف، لأنهم يأخذوا كل حماس حزبنا. وأعتقد أن مستويات الحماس في حزبنا وصلت إلى أعلى مستوياتها. لدينا قاعدة شعبية غير مسبوقة لم يراها أحد، حتى الصحفيين هنا. في نهاية الأسبوع رأينا أن لدينا قاعدة قوية جدا، والجميع سوف يقوم بالتصويت بخلافهم. هم ليسوا متحمسين لمرشحهم، وكان لديهم حماس أكبر بكثير لبيرني ساندرز، وهو أكبر خاسر رأيته في حياتي، وهو قادر على أن يكون سعيدا لخسارته. وقررت أنني سوف أستخدم ألفاظ مهذبة، وسوف أتفادى الشتائم. إذن بيرني ساندرز استغل من قبل هيلاري كلينتون، وأسوأ من ذلك من قبل الديمقراطيين، لأن إليزابيث وارن خرجت من الحملة يوما قبل تصويت يوم الثلاثاء الكبير، وربح ساندرز كل الولايات، وهي لم تقم أو لم تحقق نتائج جيدا، ولكن كان لديها آلاف الأصوات. وإذا ما احتسبنا هذه النسبة لكان ساندرز قد فاز، وأنا سعيد أنه لم يفز، لأن لديه حماس أكثر بكثير، وكان ليكون لديه قاعدة ربما أصغر من قاعدتنا الشعبية، ولكن بالحماس نفسه. أما هذه القاعدة الشعبية فهي لا تحب بايدن، وأعتقد أننا سوف نحصل على الكثير من الأصوات أساساً بسبب التجارة، لأنني أعرف كيف الدول الأخرى تستغلنا. أنا أفهم ذلك، والواقع أن المحيطين بساندرز يفهموا ذلك. أنا أفهم التجارة وتخلصت من اتفاق نافتا، وأيضا من التعريفات الصينية. والصين كان لديها أسوأ نتائج منذ 66 عاما قبل الجائحة، وكان لدينا أفضل نتائج هذا العام، وأخذنا الملايين مليارات من الصين، وهذا غير مسبوق. فالصين لمدة 15 عاما ليس فقط تحت إدارة أوباما كانت تأخذ بين 200 مليار و 550 مليار دولار من الولايات المتحدة، بطبيعة الحال إننا بنينا الصين، ونحن أعطيناهم 300-400-500 مليار دولار سنويا، لأن قبل ذلك وقبل منظمة التجارة العالمية فإن الوضع في الصين كان يعاني كسادا، وبعد ذلك تعافى الوضع واستغلونا. وبايدن سوف يكون الأسوأ، لأن ابنه أخذ مليار ونصف دولار، والصين عفوا سوف تمتلك بلادنا إذا ما انتخب بايدن. So we have a big one coming. And just to finish, enthusiasm. إذن الحماس، هم أبعدوا الحماس عن المعادلة، لأنهم سوف يأتوا إلى الأشخاص في منازلهم ليوقعوا. لا نعرف من يوقع، والآن التوقيع لا يتم التحقق من صحته، لا حاجة للتحقق من صحة التوقيع. وبعد ذلك سوف يتهمون بأننا ليس قوميين، وهم يستخدمون التكنولوجيا للاحتيال على كل الشعب الأمريكي وحرمانه من انتخابات عادلة.
And don't let them give you the post office stuff, the postal service. ولا تدعهم يعطيكم حجج البريد. البريد يخسر أموالا طائلة. وقلت إن أمازون وشركات أخرى تدفع بعض الدولارات الإضافية على الحزم أو قروض تدفعها أمازون، فهذا يعني أن البريد سوف يحقق أرباحا كبيرة. لو كان البريد يضع رسوم من على طرود أمازون لكان حقق أرباحا. إذن أنا أصف حقيقة الأمور من دون لف ولا دوران. حققنا أكثر بكثير خلال العامين والنصف الأوائل من هذه الإدارة، أكثر من أي رئيس في تاريخ بلادنا. وأنا أقول ذلك منذ عامين أو ثلاثة. لأصف الأمور بهذه الطريقة، قد يقول لي هناك من ربح حربا، ولكن نحن حققنا أكثر من أي إدارة سابقة. أمنا حدودنا، بنينا سورنا والذي سوف ننتهي من بنائه قريبا، استعدنا وظائف التصنيع، وهزمنا خلافة داعش. أكبر إرهابي من بينهم، سليماني. We killed Soleimani, right? سليماني. We appointed 300 new judges by the end of the first term. We will appoint 300. هذا العدد إلى 300 مع نهاية العام الجاري. وهذا غير مسبوق، لأن الرئيس أوباما كان لطيفا ووظف 142 قاضيا. عندما تصبح رئيسا، أول سؤال تسأل كم قاض سوف تعين، وهذه مسألة هامة. يجب تعيين قضاة الفيدراليين، ونحن مع نهاية العام نكون قد عينا 300 قاض أو أكثر حتى. وفي اليوم الأول سألت كم قاض يحق لي أن أعين، قالوا لي 142، وتفاجأت. وهو اعتقد أن هيلاري كانت سوف تفوز، والجمهوريين لم يسهلوا الأمور، ووصلنا إلى 142 قاض، وأضفنا قضاة أكثر من ذلك، وسوف نضيف قاضيين في المحكمة العليا. وتذكروا أنني أقول أو أطالب بالأحرى بقائمة بالقضاة التي ينوي بايدن تعيينهم، وسوف ننظر إلى هذه القائمة، وسوف نعلن عن قائمة في الأسابيع القليلة المقبلة لكي تعرفوا موقفنا. وهو غير قادر على القيام بذلك، لأن لا خيار له، فإن اليسار المتطرف سوف يطالب بأن يعين قضاة متطرفين مجانين يصلوا إلى المحكمة العليا، وهذا سوف يقضي على الحلم الأمريكي. والرئيس التالي، إذن أنا عينت قاضيين في المحكمة العليا في فترة وجيزة تقريبا، بخلاف آخرين لم يعينوا أي قاض في المحكمة العليا. أما الرؤساء المقبلين سوف يكون لديهم حتى 5 قضاة يعينوهم، وهذا هام جدا عندما نتحدث عن حق الحياة والتعديل الثاني والجيش. هذه المسألة هامة جدا، ويجب أن نربح هذه الانتخابات. إذا استعدنا وظائف التصنيع، حسنا الجيش، دحرنا داعش. تذكر عندما أتيت كان داعش منتشرا في العراق. زارني رئيس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي وذكرني أو شكرني بالأحرى بسبب دحر داعش، لأنني عندما أتيت إلى الإدارة كانوا منتشرين، فشكرني وطلبت منه أن يتحدث إلى الإعلام حول هذا الموضوع. أيضا مررنا أنظمة لخفض الضرائب أيضا بشكل غير مسبوق، واستبدلنا أسوأ اتفاق
وبرما اتفاق النافتا باتفاق جيد يبقي مؤسساتنا هنا، ولن أقول إن الدولتين الأخرتين كانتا راضيتين عن هذا الاتفاق. اتهمت بأنني لم أتمكن من استبدال اتفاق النافتا، ولكن نجحت. أيضا قمنا بتحسين الكثير من الاتفاقات التجارية، وتتذكر الاتفاق مع كوريا، وقيل إن هذا سوف يولد 250 ألف وظيفة. صحيح، ولكن للأسف هذه الوظائف ذهبت إلى كوريا وليست إلينا. إذن واجهنا الصين بالنسبة للرسوم والاتفاق التجاري. وتذكر عندما قمت بهذا القرار كان قبيل وصول الجائحة إلى بلادنا، كان لدينا نتائج جيدة، وكان هناك الأسبوع الماضي أكبر طلبية للذرة والمنتجات الأخرى، وهم يقومون بالكثير من الأمور. كثر يقول إننا لن نقوم بالطلب ويفعلون عكس ذلك. وسوني بردو موجود معنا هنا. I got a call. They ordered the largest. It was the largest order. وصلني أنه كان هناك أكبر طلبية ذرة في تاريخ بلادنا بالضعفين. أيضا بالنسبة لبذور الصويا. ويدعون أنهم لم يتعاملوا معهم. الصين ذكية وقامت بطلبية ذرة وبذور الصويا أكبر طلبية، ويتصل بالمزارعون ليقولوا نحب الصين رجاء ألا تتعاملوا بقسوة معهم، وهذا يصعب عملنا. حققنا الكفاية الذاتية في الطاقة وبتنا الرائدين في هذا المجال عالميا. ورأيت أن المزيفين يودون إنهاء كل شيء، ويودون الانتقال إلى طاقة الريح، ويودون حتى إخلاق بلادنا. ولكن ليس هناك إمكانية كهذه. الطاقة الشمسية ليست كافية بحد ذاتها، ويودون الذهاب إلى مصادر طاقة بديلة، وأعتقد أن لا بأس في ذلك. ولكن هذه الطاقة غير قادرة على تشغيل المصانع الكبرى. أيضا الطاقة من مصادر مائية هي ربما أفضل الخيارات مع السدود الكبرى، والبيئيون يقولون أنه لا يمكن بناء هذه السدود. ولكن أنجزنا ما كان يعتقده البعض مستحيلا، مثلا أنبوب Access pipeline, they're all bogged down, right? هذا أزعج الجميع. We've got things that they said you couldn't get done. So we are. تهمنا بأن هناك أمور لا يمكن تحقيقها وحققناها. No fracking. They want. How do you think they'll do in Texas? ما رأيكم سوف يفعلوا في تكساس وأوكلاهوما ونورث داكوتا ولويزيانا؟ وهم لا يودون أي طاقة أحفورية، ولا يودون أي من هذه المصادر للطاقة، ولكن الآن يقومون بتحمل هذه المسؤولية. هم يودون ابتعاد عن الطاقة الأحفورية وحتى عن الدين، ولا يودون الأسلحة. لا أعتقد أنه يمكن أن ترضي تكساس. ربما جورج واشنطن يمكن أن يعود، وحتى أبراهام لينكولن يمكن أن يأتي ولن يربح ولاية تكساس إن لم يكن هناك أسلحة أو دين أو نفط. وهذا ينطبق على أماكن أخرى أيضاً.
We eliminated Obamacare's horrible قمنا and very بإلغاء individual mandate, which basically knocked out Obamacare. خطة رعاية طبية أوباماكير. We protected your second وحمينا التعديل الثاني والحقوق التي يمنحكم إياها. وقمنا بخفض أسعار الأدوية لأول مرة منذ 50 عاما. خفضنا أسعار الأدوية، يعني أننا ندفع السعر نفسه للدولة التي لديها أدنى سعر، وهذا أغضب شركات تصنيع الأدوية.